فعلا مجلس النواب العراقي انتخب رئيس جمهورية جديد للعراق الدكتور برهم صالح، شخصية معروفة عالميا وأكيد معروفة بالعراق، كان رئيس حكومة منطقة الكردية بالعراق ونائب رئيس حكومة ببغداد وهو من الاتحاد الوطني الكردستاني. مباشرة سمى رئيس حكومة وهو الدكتور عادل عبد المهدي، أيضا شخصية معروفة من وهو من كان سابقا وزير مالية ووزير نفط. أمام رئيس الحكومة تحدي تشكيل الحكومة، ولكن خطوة إيجابية إلى الأمام. رئيسان بعتقد بيتمتعوا بيعني مصداقية عالية وقدرات عالية، إن شاء الله بتكون خير للعراق. فعلا ربما من التطورات الأهم اللي حصلت بنيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة هو يعني لقاء بين وزير خارجية سوريا ووزير خارجية البحرين، وصرح وزير خارجية البحرين أن البحرين تتعامل مع الحكومة السورية مع الدولة ويعني تريد أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل الأراضي السورية. هذا موقف ملفت من البحرين، كانت سابقا البحرين إجمالا تأخذ مواقف ضد النظام في سوريا، ولا شك أنه هذه الخطوة من البحرين مش ممكن أن تكون يعني حصلت من دون بعض التشاور مع حلفائها بمجلس التعاون الخليجي. فربما هذا تطور جديد بالأوضاع الإقليمية، علما أنه يمكن لا يزال موقف الأمريكي والموقف التركي مختلف بالنسبة للنظام مباشرة. فعلا الوضع باليمن لا يزال يتدهور، الريال اليمني بتراجع، أصبح تقريبا ب 800 ريال للدولار بعد ما كان قبل الأزمة تقريبا 250. يعني السعودية أرسلت 200 مليون دولار إضافية بعد المليارين سابقا لدعم النقد اليمني، ولكن وضع بتدهور. تقريبا 9 إلى 10 ملايين شخص معرضين للمجاعة بالمرحلة القادمة، الكوليرا متفشي، محاولات الوصول إلى حل سياسي باءت بالفشل في جنيف، نتطلع إلى محاولات جديدة. في الجنوب أيضا تأزم سياسي، الحراك الجنوبي يطالب يعني بشكل مستمر بالانفصال عن حكومة الهادي، والوضع حول مدينة الحديدة وميناء الحديدة أيضا لا يزال يعني غير محسوم. ففعلا اليمن يعني تتعذب، تستمر في هذا العذاب، ولا يعني لا تصل إلى نهاية قريبة للأسف.